مارس حق، هل يقدر أحد أن يقتني ذهنا نقيا وهو محب للثرثرة؟ الثرثرة اللي هي إيه؟ كتر الكلام. وهل باستطاعة أحد أن يقتني أفكارا متواضعة وهو يسعى وراء مجد الناس؟ لا أحد، لأن الذهن عندما تجذب الحواس يأكل معها من طعام الوحوش، أما إذا جذب الذهن الحواس فإنها تتناول معه من طعام الملائكة. يعني إيه الكلام ده؟ كانوا رايقين قوي الجماعة دول. بيقول إيه؟ بيقول مش ممكن واحد يحافظ على أفكاره رايقة وسرحان في ربنا وشبعان بربنا طول الوقت وهو لسانه ما بيبطلش كلام، مش ممكن. ولا واحد يبقى قلبه جواه اتضاع حقيقي، اتضاع ده عشان حاجة كبيرة عند القديسين، يعني يبقى الواحد نفسه يوصله لأنه ساعتها يبقى شايف ربنا وهو كل اللي يهمه الناس تبص عليه وتسقف له. فقال زي ايه؟ زي واحد ينزل ياكل مع الوحوش. يعني عندك ذهن وعندك حواس، الذهن لما ينشغل بالحواس كأن الانسان بقى ياكل اكل الحيوانات، والذهن لما يجذب الحواس كأن الحيوانات بقت تاكل مع الانسان. يعني ايه؟ معلش، يعني المخ ده حاجة متكلفة قوي، الذهن، القلب والعقل، يعني حاجة غالية قوي. لو سبت الحواس هي اللي تملاها لخبطة طول اليوم، كلام الناس ومناظر بتشوفها، طب ما مخك رايح في الحاجات دي طول الوقت، فانت كأنك لا مؤاخذة بتاكل زبالة، لانه ما هو اللي في الدنيا ده كله كلام فاضي. انما لما تبقى قاري الانجيل ومخك مشغول بالانجيل، انت هتخلي حواسك عينك تمشي مع كلام الانجيل، فبقى الكلام اللي شغلك عن ربنا ده وضب عينيك، فبقيت تشوف ربنا في كل حاجه، وبقى مخك اللي مشغول بربنا خلى لسانك يتكلم كلام حلو عن ربنا. ايه اللي حصل بقى؟ الذهن هو اللي قدس الحواس، مش الحواس هي اللي بوظت الذهن. فاهمين الفكره؟ مش المناظر والكلام البطال ملا عقلك كلام بطال، لا، عقلك المليان كلام مفيد خلى حواسك تعمل حاجات مفيده. فبيقول الذهن عندما تجذب الحواس يأكل معها من طعام الوحوش، أما إذا جذب الذهن الحواس تتناول معه من طعام الملائكة. يعني الجماعة القديسين دول كانوا يقعدوا مخهم في ربنا طول الوقت، فلما بيبصوا على الناس بيشوفوا ربنا، ولما يتكلموا في حاجة تلاقي ربنا طالع في كلامهم لأنه مخهم مشغول بيه على طول، فكأن الحواس بقت كلها مقدسة وهادية. واحد تاني عكس كده، اللي بيشوفه وبيسمعه وبيقوله طول الوقت مالي دماغه، فدماغه مش قادرة تفكر في ربنا ولا لحظة. كلمة تاني القديس ذهبي الفم، لقد أعطي لنا الغضب لا لنرتكب أعمالا عنيفة ضد إخوتنا، بل لكي نصلح من شأن الساقطين في الخطية بالعمل بدون كسل. لقد زرع فينا الغضب كنوع من المنخاس لكي نصر على أسناننا ضد الشيطان مملوئين عنفا ضده، وليس لنضاد بعضنا البعض. أسلحتنا هي لمحاربة العدو وليست لمحاربة بعضنا البعض. فكرة جميلة قوي. عاوز يقول إيه؟ ربنا حط فينا طاقة للغضب فعلا، بس الغرض منها أن احنا نغضب على الشيطان. فلما تلاقي حد مضايقك هو غلبان، هي المشكلة في الشيطان اللي وراه، فتبقى متغاظ من الشيطان اللي وراه وتغضب عليه وتصلي عشان ربنا يدوس على دماغه. إنما الجدع الغلبان ده ما هو بني آدم زيك مذلول في الخطية. فهنا طاقة الغضب اللي جواك حولها ضد الشيطان أو ضد الخطية، ما تحولهاش ضد البشر. البشر كده كده ضعيف وغلبان. فإذا كان عندك طاقة غضب طب وماله، اغضب على نفسك أو اغضب على خطاياك أو اغضب على الشيطان، لكن ما تغضبش على حد، لأن ده يخليك تصر على أسنانك وتقول طيب بس على الشيطان، وتصلي أكتر ويعني تعمل عمل روحي أكتر انتقام من الشر، فيبقى الغضب اللي جواك طلع بنتيجة مفيدة مش نتيجة وحشة. قديس أغسطينوس يقول إن وراء كل إلحاد شهوة، وذلك لكي يهدئ الإنسان ضميره ويستبيح لأن يفعل هواه. القاعدة دي على فكرة ملهاش استثناء، كل الملحدين اللي بينكروا وجود ربنا
الحقيقة هم مش مقتنعين، هم مش عاوزين، لأن وجود ربنا معناه يمشوا عدل، وهم مش عاوزين يمشوا عدل. فبدل مش عاوزين يمشوا عدل يبقى أحسن نقول ربنا مش موجود. فمين ماشي ازاي الحكاية؟ فهنا ده قالها أغسطينوس لأنه كان فيلسوف وكان ماشي غلط في الأول، فقال وراء كل إلحاد شهوة. يعني اللي يقول لك ربنا مش موجود اعرف انه مغلوب من شهوة، هو عشان يستحل الغلط احسن حاجة ايه؟ يلغي ربنا، لكي يهدئ الانسان ضميره ويستبيح لان يفعل هوى. هيستبيح ازاي وربنا موجود؟ يبقى ربنا مش موجود. وده اعترافات على فكرة اغلب الملحدين، يعني في ملحدين فلاسفة كبار، في واحد اسمه لي ستروبل كان صحفي مشهور في امريكا وبقى مبشر دلوقتي، فكتب في احد كتبه يعني ان انا اكتشفت ان انا ما كنتش مش مقتنع ان ربنا موجود، انا ما كنتش عاوزه يبقى موجود، لان وجوده كان معطلني اعمل اللي انا عاوزه. انما الحقيقة لما مشيت بالعقل لقيته لازم يكون موجود، ومش هرتاح غير لما يكون هو موجود. فابتدى بقى حياته اتغيرت وبقى يبشر لانه اكتشف انه كان بيخدع نفسه. الانسان المتهاون مع جسده، ده كلام أنبنطونيوس، في هذه الحياة مقدما لجسده كل صنوف الراحة، إنما يقدم لذاته مرضا بعد الموت. فاهمين المعنى؟ يعني ما تريح جسدك زيادة قوي في الدنيا دي، كأنك بتمرضه بعد الموت، غالبا على نفسه دينونة بغباوة. يعني واحد يستكتر يقوم يصلي، يا سيدي يقوم بدل فيك حيل. يستكتر يقرأ، طب اقرأ بدل فيك عينين. يستكتر يعني يعمل اي حاجة ربنا يفرح بيها عشان يوفر طاقته. طب ما انت كده بتأجل مرض لما بعد الموت، لان روحك مريضة مش هتخف كده. فحتى لو مشيت طب ما روحك مريضة ما خفتش. كلمة الأنبا موسى يقول ايه؟ أنبا موسى الأسود، اذكر ملكوت السماوات لتتحرك فيك شهوتها. ولو كلمة تانية على فكرة، واذكر يوم الدينونة ليتحرك فيك خوفه. فاهمين المعنى؟ يعني افتكر السماء الحلوة قوي تشتاق لها، تشتغل لها، وافتكر الهلاك بعيد عنكم او يوم الدينونة تخاف منه فما تغلطش. فاللي بيفكر يعني في دي او دي يستفيد، اللي يفكر في السماء قد ايه حلوة يشتاق لها يشتهيها، فلما يشتهيها يشتغل لها بقى، يصلي ويخدم ويحب. ولما والعكس لما يفكر في الحاجة الوحشة الهلاك يخاف منه فيخاف يغلط. فالاتنين دول مفيدين لبعض.